كتير اللي قدمه ليفربول في الشوط الاول والانضباط التكتيكي وما فيش مساحات في نص الملعب، لا تباين كتير جدا ما بينه وما بين الشوط الثاني. وليفربول بدون كوتينيو سيستمر جمهور ليفربول يكرر ذلك مختلف يمكن حتى نهايه الموسم، حتى ياتي الفريق بلاعب سوبر اخر طبعا يعوض هذا النقص. طبعا عشان كده انا بقول المشكله في الكلوب نفسه يا محمد، عايز يقنعني ان انا ان هو بيربي قطه وعاوز تخليها يخليها اسد. هي قطه عمرها ما راح تكون هتخربش، بس عمرها ما هتاكل او تفترس المنافسين. انت عندك فريق كويس، انما في مشاكل عنده، في عيوب. النهارده التعادل انت محظوظ فيه، انت سعيت اصلا للخساره. يعني كلوب لو بوشيتينيو مكانه النهارده مش هيعمل التغييرات اللي عملها، تغييرات سيئه. بمعنى تقول لي المنافس تعال عليا، تعال في مناطق الخصم عندي، وخد لولا صلاح النهارده ما كانش هيبقى لك دور، هيبقى لك دور فعلا، هو هو المتنفس الوحيد. الثلاث هجمات في الشوط الثاني الخطيره لليفربول صلاح فقط لا غير، ارتداد ودي المساحه الكره لتوتنهام 75 76% من الاستحواذ. فطبعا دي مهاره، دي ما يعملهاش الا ميسي. بين اربعه ميسي، فكرني بميسي، ما اعرفش بقى في طيارات بتيجي من اسبانيول توصل على ليفربول مش عارف. لحظه معينه تفكير، دي مهاره كبيره. الناس اللي كانت بتقول لصلاح ما بيتعاملش بالمساحات الضيقه، ما عندوش المهاره، لا حط جسمه كثير طبعا. لا حط جسمه، استخدم جسمه كويس. محمد خمس لاعبين كره ساعدته انما في خمس لاعبين صح، دي مهاره كبيره، وهذه من الاهداف المتكرره لمحمد طبعا. حط جسمه وحط رجل اليمين، وعلى طول بعدها الرشاقه والمرونه بتاعته وسرعه. تصرف غريب من فيرتونخن، لان الجانب الخارجي كان مع إريكسن، هو عمل لعب على التوقع، سرعه لعب على التوقع. فيرتونخن لعب على التوقع يا محمد، انما مهاره لصلاح، خمس لاعبين او اربع لاعبين، حط جسمه كويس على طول سرعته قبل ما لوريس يحصلها. فدي مهاره كبيره تحسب، طبعا تحسب مهاره كبيره. النقطه المضيئه عندك هي لصلاح لا، ويحسب لك كابتن.